خله وقمز من هناك شفته من باب المطبخ. ايه الثالث رابطه هنا على الشباك وهذا موجه للسلاح. بين الحين والاخر يستفيق سكان بغداد على جريمه قتل او سطو مسلح او عمليات خطف يتعرض لها مواطنون ابرياء. فاليوم بات شعور الخوف والقلق يراود الكثيرين بعد ان سجلت العاصمه خلال هذا الاسبوع 4 عمليات اجراميه نفذتها عصابات الجريمه المنظمه في مناطق الكرادة وزيونة وقضاء أبي غريب والدورة، جرائم جعلت من المواطنين أن يتخذوا أعلى درجات الحيطة والحذر. لقينا بنية موجودة بالمنطقة راميها مقتولة، وصارت نفس الحالة أنه طفل خطي صاحوا على مدة قالوا له تعال أصعد عندنا بايسيكل ريد أشوف لك إياه، وصعد وقتلوها سمعتوها يمكن بالدورة. المفروض تكون عند القوات الأمنية احنا نسميها بالإنجليزي الداتابيس، يعني أكو فد منظومة معلومات تتعقب هؤلاء. أكثر الناس اللي تخاف وترعب أهل الصيرفات أهل المجوهرات. قيادة نجدة بغداد أكدت إنها ألقت القبض على 4 إصابات تنشط في مناطق وسط وجنوب العاصمة، استطاعت مفارزها القبض عليهم من خلال معلومات أدلى بها مواطنون عن تحركاتهم المشبوهة في مناطق الكرادة وجسر ديالة والنهروان، وأخرها تحرير فتاة من خاطفيها في مدينة الأعظمية الأسبوع الماضي. يوم أمس وهذا اليوم 4 إصابات خطرة جدا، عصابة في منطقة الكرادة مساء أمس ووقت الليل، والعصابة الثانية في منطقة جسر ديالة، عصابة الثالثة في منطقة النهروان. ويرى خبراء أمنيون أن الجهد الأمني من خلال نشر سيطرات ثابتة أو متحركة لا يكفي للحد من الجرائم المنظمة، بل يحتاج إلى تكثيف الجهد الاستخباري والتعاون مع المواطنين وإعادة الثقة لهم كونهم أحد أهم مصادر المعلومة لكشف الجرائم قبل وقوعها. بين الرصافة والكرخ فرق كبير، فالعصابات تتجنب المناطق الشعبية وتبحث عن أماكن أكثر هدوءا بعيدا عن ضجيج الناس، فالأخيرة هنا أكثر تسجيلا للحوادث بحسب قيادة أمنية. للشرقي يوسف عبد الوهاب، بغداد.